يقول السائل: انتهيت من القيام بمناسك العمرة بحمد الله، وسأقيم 10 أيام أخرى بمكة، فهل يجوز لي القيام بعمرة أخرى للمتوفى والدي، وعلى أن يكون الميقات من مسجد عائشة؟ هذا يجوز، لا بأس بذلك، ولكن بقاؤك في مكة، وكررنا هذا عدة مرات، قلنا بقاء الإنسان في مكة يطوف بالبيت ويصلي في المسجد الحرام ويعتكف أفضل من الخروج لأداء عمرة من التنعيم، ولو خرج وأتى بعمرة هذا أمر جائز، لكنه خلاف الأفضل والأحسن له. نعم.